رغم ولادته في أنقرة عام 1920، إن جواد سليم ولد لأبوين عراقيين، وكان أبوه الحاج سليم ضابطاً مجنداً في الجيش العثماني، متذوقاً للفن ورساماً هاوياً فيه. تربطه بالرسامين المشهورين علاقات وأواصر متينة من أمثال الرائد المعلم عبد القادر الرسام. وجد هذا الأب بأن أبنائه يعبثون بطين النهر فيصنعون منه تماثيلهم، ويعبثوا بأصباغ الألوان فيرسمون شخبطاتهم على بياض الكراريس. أدرك الأب الهاوي للرسم بأن أولاده الثلاثة وابنته الوحيدة تسكنهم مواهب الرسم والنحت والأدب والموسيقى، وليس أمامه وزوجته إلا الرعاية والعناية بمواهب أبنائهم الأربعة. قاد الأب سليم ابنه البكر جواد لصديقه الضابط عبد القادر الرسام، والذي درس الفن في اسطنبول، وقال له: تعلم من هذا الضابط أصول فن الرسم. فكان عبد القادر الرسام معلمه الأول. نشأت جواد سليم في عائلة يعني خلينا نقول ارستقراطية أو مرتاحة أو كذا، فتحت له آفاق من الثقافة، فتحت له عوالم، فيعني تجمع عنده الروح الطيبة الجميلة، الثقافة العالية والمهارة، فيعني لازم يكون المحصلة جواد سليم. عادت العائلة من اسطنبول واختارت منطقة الفضل البغدادية العريقة سكنا لها. حكايات التاريخ وأساطيره التي تهب من أزقتها وقربها من ضفاف النهر أسعد العائلة التي ولد الفن بين أصابع أبنائها الثلاثة وأختهم الوحيدة. يخمن أصدقاؤه ومؤرخو سيرته أن بيت طفولة جواد يقع ضمن محيط بناية بدالة الباب المعظم الحالية قرب ساحة الميدان، والتي تعرضت لثلاث ضربات جوية خلال حرب عام 1991، وكأن ذلك البيت اختفى كوجود مادي من خارطة بغداد وذاكرتها، لكنه ظل يسكن ذاكرة عشاق فنه في تخطيطاته ومجسماته ولوحاته. يستذكر شقيقه الحاج سليم كيف كان ينهض جواد صباحا ويضع تماثيل من طين دجلة التي كان يصنعها عند رؤوس أسرة أشقائه. كانت تلك ألعابهم المفضلة، ألعاب في الطين والأصباغ والفرش البدائية. حياة جواد كانت خاطفة، مضت سريعة كالبرق، لكن أي برق ترك هذا السهم المارق في سمائنا وأرضنا وذاكرتنا في محطات لم تصل إلى الأربعين في عددها، لكنها كانت صاخبة ببصماتها الخالدة وتأسيساتها التنويرية الراسخة. اختزل في الأربعين عاما من حياته قرونا من إنجاز الحضارة العراقية وشموخها، وتلبس روح فنانها الفطري الأول الذي جسم التاريخ العراقي بملاحم نحتية وشعرية ودينية. كان جواد صامتا لا يتكلم في أغلب الأحيان، لكنه كان دؤوبا لا يهدأ في مشغله أو مسهره أو مرسمه، وكان الحرص والاتقان يستنزفان قواه وينهكان عافيته دون أن يشعر بأنه في صراع بين خلود الاسم وفناء الجسد وتهالكه سريعا. أعلن عن موهبته مبكرا في الرسم والنحت، فنال وهو بعمر 11 عاما الجائزة الفضية في النحت في أول معرض للفنون أقيم في بغداد عام 1931. جواد هو خلاصة تجارب متعددة من البيت إلى أوروبا، دون أن نهمل أنه هو موهبة
كانت تنتظر عوامل لظهور هذه الموهبة وتكاملها، أي هو موهوب في مرحلة كانت تنتظر موهبة مثل موهبة جواد سليم. جواد أعتقد ركز على مفهوم العلامة أو مفهوم الشكل اللي يحتوي جوهر متحرك. عندما نظر إلى الحضارات القديمة لم يستنسخ تلك العلامات بقدر ما مهد أن تكون مولدة أو أن تظهر في أعماله بما يلائم عصره. ابتعث جواد سليم ضمن بعثة حكومية لدراسة الفنون في فرنسا عام 1938 بعد تخرجه من الثانوية المركزية القريبة من سكنة. وحدث ذلك في وقت أدركت فيه الحكومة العراقية قيمة البعثات العلمية والفنية في إرساء مشروع نهضتها بخطواته الأولى. وكان قد سبقه الرائد فائق حسن في أول بعثة عراقية إلى السوربون لدراسة الرسم هناك. توفرت الفرصة لجواد في باريس ليصقل موهبته جيدا ويطلع على مدارسها الحديثة آنذاك وأعمال رساميها الكبار ويتجول في معارضها. زيارة أو دراسة جواد في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا، خلته يتفتح على الكثير من أعمال الفنانين العالميين. هالتفتح على الفنانين العالميين خلاه يدرس نظريات الفنون، خلاه يدرس نشاطات الفنية اللي موجودة والاتجاهات الفنية في أوروبا والحركات الفنية اللي موجودة، تأثر بالبعض منها. الرمزية في عد جواد سليم كانت تلعب دور مهم كبير، يعني مو الطباعية، الرمزية. فكان يرمز إلى الكثير من تقاليد المجتمع برموز شوفها موجودة بالأعمال مالته. فتداخل الفكر المجتمعي والعادات والتقاليد العراقية مع الفنون اللي درسها في أوروبا خلى الجواد يبدأ في أن يعكس باللوحات الفنية مالته الكثير من الرموز البديعة اللي اعتمدت بعدئذ من قبل طلابه. أبهرته منحوتات الفنانين الفرنسيين هناك وتلقن تعليم النحت على يد البروفيسور كومنت، إلا أن الحرب العالمية الثانية كانت قد ألقت بظلالها على باريس وبعثة جواد، فسافر منها إلى روما عام 1940 ولم يقضي في باريس إلا عامين فقط. استقبلته روما بروعة تماثيل عصر النهضة وروائع منحوتات دافنشي ومايكل أنجلو وسحر واجهات كاتدرائياتها ومنحوتات قديسيها. هناك قرر جواد أن يحسم هوية موهبته باتجاه النحت دون أن يغادر الرسم الذي عشقه أبدا. في روما اتضح أن في روح جواد وأنامله تسكن موهبة فنان عراقي وإرث لكل جماليات ومواهب وروعة الفنان الذي خلد جلجامش الملحمي وبنى أسوار بابل الخالدة. عندما عاد إلى بغداد من روما عام 1941 لم يكن قد افتتح فرع للنحت في معهد الفنون الجميلة بعد، فدرس النحت الذي تعلم أصوله العلمية في روما في معهد الفنون الجميلة بقسم الرسم، فعمل جاهدا على تأسيس قسم خاص للنحت بجانب قسم الموسيقى والرسم الذي أسسه فائق حسن قبله بعد عودته من باريس.
كان تأسيسه لقسم النحت محطة ريادية في نهضة الفن العراقي الحديث في تلك الفترة من تاريخ العراق، حيث استقطب مواهب نحتية واكتشف طاقات فتية أضافت لهذا الفن رموزا شامخة في تاريخ الفن العراقي الحديث، التي هذبت مواهبها واستثمرت طاقاتها الكامنة تحت يد معلم موهوب ومتمرس له خبرة ودراسة من أعرق عاصمتين بالنحت ومشاهيره. وأنا صغيرة كنت أعتقد أن جواد سليم عمي، شلون؟ لا أدري أي ملاك طيب أوحى لأبي أن يقتادني ذات يوم إلى ساحة التحرير وأن نقف معا تحت نصب الحرية. الناس رايحة جاية وهواية، بس بابا الله يرحمه، بابا عبارة عن إنسان من الناس، لم يكن كاتبا، لم يكن سياسيا، لم يكن فنانا، ولكنه قارئ جيد ومتذوق ذو حس عالي للفنون بكل أنواعها. أوحى له ملاك طيب أن يأخذ ابنته الصغيرة ويقف بها أمام نصب الحرية وأن يشرح لي، بغض النظر عن الناس رايحة جاية، شرح لي بصوت حنون بكلمات واضحة شنو يعني رموز هذا النصب. هذا الحكي الحكاية يا بابا الله يرحمه، حكاية بحب شديد، بحيث أحسست أنه الرجل ده يحكي عن أخوه، أحسست أنه جواد سليم عمي، وأن هذه الجدارية الجميلة هي عبارة عن أجمل جدار في بيتي وفي وجداني. كان حدث ثورة 14 من تموز عام 1958 نقطة حاسمة في تاريخ العراق السياسي والاجتماعي والثقافي، وضمناً في تاريخ جواد سليم الفنان، فيمكن القول إن هذا الحدث الثوري هو نقطة فاصلة بين حقبتين في تاريخ الفن التشكيلي بالعراق. لم تشذ سيرة جواد عن ذلك، لا في أعماله اللاحقة لحدث الثورة ولا في بصماته الجديدة التي ظهرت فيها أحلامه الساكنة في منحوتات ما قبل الثورة بالقضبان والأقفاص والوجوم على الوجوه، إلى حركة وأعراس وابتهاجات مع تطور واضح في أسلوبيات جديدة صقلتها التجربة وأغنتها دروس العلم في عواصم الفن العالمية. سر عبقري جواد سليم أنه استطاع أن يجد العلاقة بين أو يخلق لهذه العلاقة بين الإنسان العابر في هذه الساحة ويتفهم ويتقبل أعمال فيها حداثة، فيها تجاوز الأعمال النحتية المعتادة التي اعتاد عليها المواطن. أي معنى ذلك؟ بمرور الزمن خلق حالة من الانسجام بين العابر وبين الإنسان البسيط، بين السائق والموظف والطالب والعامل الموجود، وبين هذا النصب وبين هذه الأعمال الحداثوية الجديدة. أنا أعتقد أن وجود هذا النصب في هذا المكان تحديداً وبهذا الفضاء وبهذا السعة هو الذي ساعد على نجاح هذا العمل الفني، فضلاً عن الفكر والمعنى والقوة والمهارة التي تنطوي عليه العمل. أراد جواد سليم عند اكتمال نضج أدواته وتجلي ملامحه العبقرية في النحت أن يحقق حلماً له على صيوان الحجر، حلماً راوده منذ أعماله النحتية الأولى في البناء عام 1944 والسجين السياسي عام 1953 والأمومة عام 1954 والإنسان والأرض عام 1955 وجدارية النفط في العراق عام 1956. أراد أن يجمع كل تلك المنحوتات في صناعة سيرة نحتية لصراع الشعب العراقي
من أجل الحرية والانعتاق من قيود الظلام والعبودية، مستوحيا من أعماله السابقة لتحقيق مشروع عمره وحلمه الكبير. جواد كان يرغب وعنده رغبة أن يسوف عمل خالد كبير، وهو رجل هادئ وفد نظرة ثاقبة عنده من تحت وياه. من صارت الثورة وكانت مهيئة، يعني أنه الشعب كله كان في حالة هيجان ومؤيد للثورة، هذا الشيء العظيم يعني كان. فأكو شعور وطني متأجج في ذيك الفترة، ومن قالوا للجواد روح تسوي العمل هذا بدون قيود، وهاي فد شيء عظيم يعني. وعمل مثل الكبر هذا طبعا هاي تصرف عليه دولة، مو يعني مال أشخاص أو ما حد يقوم به إلا الدولة. كان لرفعة تشادرتشي دور كبير في نصب الحرية وإتمام مشروعه، فهو ما زال يتذكر تلك الليلة من إحدى ليالي عام 1959 عندما اتصل به الزعيم عبد الكريم قاسم في ساعة متأخرة من الليل، طالبا منه تصميم جدارية تخلد ثورة 14 من تموز، وتصميما آخر للجندي المجهول. ولأن رفعت كان معماريا وفنانا ويعرف مكامن مواهب زملائه جيدا، فكلف خالد الرحال بنصب الجندي المجهول، وكلف صديقه جواد في نصب الحرية بعد أن انتهت شادرتشي من تصميم قاعدته التي استمدها من فكرة اللافتات التي كان يرفعها المتظاهرون في شوارع بغداد إبان الخمسينيات التي شهدها رفعت شابا. يعني الناس تحكي عليها بالبداية يعني غريبة، هذا الشيء العمل هذا غريب، ما متعودين تمثال فيصل الحصان وكذلك تمثال سعدون، ما متعودين يشوفون فد ثورة كاملة بهالعمل هذا، فحكوا عليه أشياء. حتى بعض النحاتين رادوا يقللون من قيمة العمل ومن الغيرة، ما نقول اسمائهم، قالوا هو هذا العمل ما كارتون مقصقصي وكذا ماشي، بس هذا مو صحيح، عمل من أحسن الأعمال ومن أروع الأعمال، وبغداد يعني تستحق، وأظن أهم نصب في كل البلاد العربية معكم مثله. بعدين حكومة الثورة 14 تموماً تبي تبدان لعبت الكلم كاتب تعرف بتقول تبي تبدان الثورة كان بعد القرآن هذا فن قوي تمام، بتلاقي هنا ورعت إيطاليا تمام خلاص تواقع شوية. أنت هو راح إيطاليا أنت شفته بعد؟ أنت شفتك وقت هو راح إيطاليا أنت شفته بعد ماكو؟ لا في ما لا على تافه على واحد تافه يبان أنت هنا تبي يعرف تعرف. يعني الاتجاه هذا موافق روح إيطاليا على تافه. ما شفته بعدين؟ لا شفته. يعني هاي القصة مع عبد الكريم قاسم لا إيه يعني هو ده يقول بعد إحنا يعني كانت صحة جواد سليم تنتكس من يعني كانوا بالمعهد كان دائما يعاني من آلام جدا قوية في صدره، وكان دائما يغمى عليه، ويعني خلال تدريسه في المعهد والطلاب يعني كانوا يشوفون هذا الموضوع وينقل بعدها إلى المستشفى. لكن بعدها تحسنت صحته، وبعد أحداث الثورة لما كلف عبد الكريم قاسم بالنصب كان يعني كانت قوة الفنان وصحته كأنما تجددت فرحا بالتكليف هذا النصب العظيم، واشتغل بكل همة ونشاط في تنفيذ النموذج. وبعدها يعني من سافر إلى إيطاليا ودع والدي وأوصى يعني بالعمل جدا يعني جاهدا في تطوير أسلوبه وفي عمله الفني،
بعدها يقول من رجع يعني من أثناء إشرافه على تركيب وحدات الجسم التقى به بوقت جدا قصير بعدها توفى الفنان. عندما شرع جواد سليم في تنفيذ فكرة النصبة بعد اتصال رفعت به، كان هناك في روما ومصاهرها المعروفة، فابتدأ نصبه بالسجين الذي حطم القضبان، وهي لحظة لا تحتفي بلحظة ثورة 14 من تموز كما يبدو، بل هي احتفاء أبدي بلحظة انتصار العراقي بتحطيم قيوده في أي زمن من أزمان التاريخ. نعم، كان الاحتفاء بالثورة وتخليدها يسكن عقل الزعيم قاسم ذو الثقافة العسكرية، ولكن ذلك ليس شرطا على الفنان وموهبته ولا قيدا يحد من خياله الخصب. فتحركت طاقة جواد بأكملها واستنفرت مواهبه كلها وحضرت ثقافته العراقية برمتها ليتموج نصبه إلى روح العراق السومرية وملحميتها وإلى تنوع الشعب وقدراته في الإنجاز والبناء، فرسم بالبرونز ملاحم الأسطورة ورموز الملاحم، وشطر جداريته إلى قسمين، على اليمين تاريخ قبل الثورة، وعلى اليسار يسارها ما بعد الثورة، وبين كل جبروت النصب كان جبروت الإنسان العراقي هو الطاغي وهو الأول والأخير. ربما كانت رسالة تحذيرية لكل الطغاة من غضبة العراقي الحليم إن حضرت. كان رتب قوي، عبر قوي. بعدين الأعطان كان تفوق من الإنسان مثل هذا واحد مثل هذا كيف أيام تمتان أعطان. هو يقول يعني أشكال النحت والرسوم، المواضيع والأشكال والقصص اللي ممكن إنه إحنا ما تخطر على بالنا، يعني هو جدد بهذا بالفن الحديث، أدخل الحياة اليومية مثل ما تشوف في بعض اللوحات الفقراء، يعني تناول مشاكل المجتمع العراقي. يعني الفنان هنا جواد سليم أدخل ثورة بالفن العراقي الحديث من خلال اهتمامه بالجانب الاجتماعي في الفن، أدخل هذه الهموم والأشكال. وأيضا من ناحية أخرى كان الثورة مالته أنه استلهام الموروث الشعبي واستلهام الموروث الحضاري بالفن العراقي الحديث. هذه كانت نقاط أو كانت هي نقاط قوة الفنان جواد سليم وعظمة الفنان جواد سليم. كان النصب مرهقا لجواد وصحته، سقط سريعا لنوبات وجع الصدر وجلطة القلب مرات عدة أثناء عمله في مصهره بفلورنسا. كان أثناء عمله الصامت يسكب من روحه الوهجة في وهج منحوتاته، ويسكب من أنفاسه المتبقية في إناء خلود ملحمته النحتية، ويمنح ما تبقى من نبضات قلبه ورعشات أنامله في أجساد مخلوقاته من البشر والحيوانات والأدوات لصناعة ملحمة إنسانية ستكون علامة عمرانية فارقة في تاريخ بغداد. سيعجز أعداء الحرية وأعوانهم من المشعوذين والدجالين عن محوها لمئات السنين المقبلة. عد جواد سليم من الفنانين المحسوبين على فترة النظام السابق، يعني نظام تموز ما بعد 58، ومحسوب على الزعيم عبد الكريم قاسم، ولذلك تعرضت أعماله إلى الإهمال، والأعمال الفنية لا تخص جواد سليم فقط، حتى العمل الذي في ساحة الطيران وهو جدارية فائق حسن التي وضعوا على الحمامات الموجودة في هذه اللوحة وأطلوها باللون الأبيض، وبالتالي
أن هذه الحمامات تحدت هذه السلطات وظهرت وعادت من جديد وما تزال قائمة لحد الآن. الجدار تعرض إلى إطلاقات في يوم 8 شباط ما تزال لحد الآن، ما تزال دليل وشهادة أكيدة على تخلف وتدني وعي هذه الأنظمة التي تعاملت مع هذا العمل الفني الكبير. آخر تلك النوبات القاتلة واتته في الأيام الأخيرة من كانون الثاني عام 1961، فأدخل بصورة مستعجلة إلى الرتهة الثامنة في المستشفى الجمهوري، وقبل أن يفارق الحياة بلحظات كان قد ابتسم لزوجته لورنا قائلا لها: تصوري إني أراك الآن ملاكا، تصوري لورنا أنت ملاك. ثم علت وجهه ابتسامة ساخرة اختفت فجأة وجمدت عيناه، وانتهى كل شيء في فجر يوم 23 من كانون الثاني عام 1961، أي قبل 5 أشهر من افتتاح نصبه في 16 من تموز من العام نفسه، واستحتفال جماهيري صاخب حضر فيه المسؤولون والفنانون وحشد من جماهير العاصمة. كان الغائب الوحيد فيه صانعه الأسطوري جواد سليم. الله يرحمه جواد، العمل اللي سواه نصب الحرية عمل مهم جدا في تاريخ العراق الفني والسياسي. النصب اللي سواه جواد سليم جميل وفي موقع مهم تخطيطيا وتاريخيا. النصب اللي سواه جواد سليم مع الأسف ما شافه من هو كامل، توفى أثناء العمل، لكن مع الأسف وفاة جواد سليم كانت، لأن كان فنان كبير وعنده وقع كبير بالفن وتاريخ الفن بالعراق. بس يا ترى لو جواد سليم كمل الفن هذا، العمل الفني الكبير، إيش كان يقدر يسوي وراه؟ غابت الشمس الحمراء خلف الأفق، وبقي لحن الجيتار الأخير من أغاني الفلامينكو الحزينة التي كان يعزفها جواد، يرن طربا في أذني، لم يذوي مع السنين بل ظل يحكي قصة عبقرية نادرة انتهت بعد عمر قصير، ذهبت ولن تعود.